هاي البلد يلي بيضم أكبر عدد من السكان هو الصين، أكبر بلد هو روسيا، وأصغر بلد هو الفاتيكان. البلد يلي بيضم أكبر عدد من أصحاب أعلى الثروات هو الولايات المتحدة الأمريكية، أفقر بلد هو بوروندي. البلد يلي بيضم أعلى نسبة من المتعلمين هو كندا. البلد يلي بيضم أعلى قمة هو النيبال. والبلد يلي بيضم أكبر عدد من الجزر هو السويد. البلد يلي بيملك أقوى عملة هو الكويت. البلد يلي بيعاني من أعلى معدل للجريمة هو فنزويلا. أسعد بلد بالعالم هو فنلند، وأتعس بلد هو أفغانستان. أذكى بلد سنغافورة، والبلد يلي بيسجل أعلى استهلاك للكحول هو The Czech Republic. أكبر مصدر للنفط هو المملكة العربية السعودية. مين قال إنه أكثر ثلاث دول مكروهة عالمياً بحسب موقع World Population Review الأمريكي؟ هن الصين، روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية. أنا قال، بشوفكم بكرة.